موفق من يوم يومه أزعر وطايش لك زافير، بس عم يحكي مظبوط، كلامه مظبوط لك عاشور. أنا بحي الله طريقة لازم خلص أمي من هذا الكلب أبو لطفي. شلون يعني؟ إذا أنت لولا الله لولا المعلم عمر المقاويك عنده بزريبة لكن بت بالحواير، يعني إذا طلقت أمك من أبو لطفي هذا أزرتي طلقها ولم تسكن أنت وياها، مشان هيك لازم تطول بالك وما تضوج. كان بدك يعني خليها عنده عم يتحكم فيها أشكال ألوان نازل فيها خبط وضبط على الطالعة والنازلة؟ لك لا تجنني، عم تطلع بالقرقة عصاق من قفاه، هذا حكي بيحكى لك عاشور. يا أخي لبين ما تحسن ظروفك ويصير عندك مأوى ساعتها أنا بقول لك طلق أمك من أبو لطفي وسكون أنت وياها. ما عم أحسن، ما عم أقدر، عقلي ما عم يحملني تضل أمي قاعدة عنده. لك رح أفعى بأرضي، يا أما رح أقتل هالزلمة. معناته العضوات لازم يشوفوا لنا شيفته مع أبو لطفي لبين ما تحسن أمورك. لك ليش ضل حدا ما حكى مع هالندل؟ ما في خواص، درب الكلب بضل أعوج وحطوه بالقالب 40 سنة. طيب خيو، بكرة منشوف المعلم عمر، أكيد له رأي تاني بهالرواية هي. خير. صلي تقبرني الله يرضى عليك، وحد الله يا مو، قوم تقبرني شوي يا مو. لك امي قوم تصلي. لك هلا بيجي اخوك عمر وبيلاقيك ملقح مثل الخروف وما بيخلي عليك ستر مغطى، ما بتعرف طبعه يعني الا ما تسمع لك منه كم كلمه. قوم تقبرني قوم. قصه يا مو. فات يا ابو عمر، يا صباح الخيرات. شحلي يا اخي، فايق فايق. وينو اخي عمر يا مو؟ مالي شايفه. يعني عملتيها في يا مو، الله يسامحك. كنت ما بتخاف الا بعيونك، نطفت قلبي ما كنت تفيق. قوم بقى توضى وصلي، رح يجي الضو. على حساب بتقولوا انه الكذب حرام يا مو، شلون بتقولي انه اخي اجا وهو ما اجا؟ خرجي اسمعك اخوك، انت عم ترد بوشي ليملس ادانيك طمليس. شو قلت يا مو؟ والله ما حكينا شيء. قوم قوم يلا توضى وصلي، قوم. ولا لمرت اخوك تعطيك الطاجونه مشان نجيب لنا فول وحمص، يا مشان عمتك مصادق تقبرني. ليش الفول والحمص؟ ايش وعدتيني غريبه؟ انا غريبه ولا شي تقبريني، مرت منك بنوب بنوب، صدر البيت الك والعتبه النا. يسلم البيت واصحابه. لك منيسة عم تتاوب تقبر امك، يلا تقبرني يلا، روح توضى وصلي يلا خلاص. يلا يلا يا مامو، رايح رايح. صباح الخير عمتي مسادة. صباح الخيرات والنيرات تقبرني. لا تزعلي مني ام عمار، انت عم تدليلي زياده عن اللزوم لهالولد. اخوه وقت كان بعمره كان يجمع الغله ويبيع ويشتري الغنم مع ابوه. بذمتك يا ام سادق، هذا الحكي حكيك ولا حدا موتوت لك فيه؟ حكي ولا مو حكي، الله يرضى عليك يا ام عمار. انا بعرف انك ملتاعه، والله يخلي لك هالشمعتين برضاي عليك. خلي عمار يربي اخوه بمعرفته. شو يعني؟ خليه يصبحه بقتله ويمسيه بقتله، هيك بيكون عم يربيه؟ لا، عمر على سلامته، والله حنيته عليكي وعلى اخوه، ما في الا مثيل بكل هالحاره. بعرف، بس لولا وسواس المخده يلي توسوس له على اخوه بتأسيله وقلبه عليه لقرحة، انا بعرفها منيح لسعديه. حكي وانت الثانيه، حاجتك حكي. امبارح انا
شوفت عيني وسعدية كانت عم تشطف أرض الديار وبلشت ها بدها تنشفها. إجا خالد وصار يروح ويجي ويجأجئ لها بأبو اللي مليان كله يا طوطين. قالت له يرضى عليك يا حبيبي يا خالد، حاجة تروح وتجي وتجأجئ لي بأبو. انكسر ظهري من التطخاية أنا. عم جاوبة بكل جفاصة ما بدي. صار يروح ويجي ويجأجئ نكايا فيها. بس يا أبر قلبي نحفاته حلوة مهضومة. وقالت له 100 مرة يا خالد روح اغسل بأبك من الطين. ما رد عليها، قال له بدي ضل عم جأجئ لك. ها يقبر قلبي، هو شيت ما بزاحنها بزاحنها، بس ما لازم تحطها على بيعانويو ساتو ولد. ايه مو لهالدرجة، بتضل مرت اخوه الكبير. يا عمي ماجي ايش هلا الصبيات زرافة عمي ابو خليل؟ زرافة على كيفك. نسلم عليك معلمي ابو احمد وبيقول لك زبط له شي ربع رطل سودا على كيفك. ربع رطل سودا لمعلمه؟ من له البهنكه؟ يا دوبه بالشهر كله ياخذ ربع رطل لحمه هو. ابصر ابصر شو مبدل الاحوال. جهز لي اياه هون عمي ابو خليل بما اعمل لي فتله وارجع لك. ماشي ماشي عمي ماجد على عيني وراسي. شو ابو احمد مطول؟ رح ينشف صابون على دقني، عجل شوي يرضى عليك. لا تاكل هم صحي، ضل برغي لك صابون ليوم الرغي. انا من شان ما لبكك بالحلاقه. خفه شوي سيدو خفه. ها وهي سنيت لك الموس، سني اخت اختها مشان اشلك احلى اشي. ها السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين معلم عمار. اهلين بسيد الحاره كلها. شو قصتك مع محمد لك ابو صبحي؟ شو راحت اشتكت لك علي هالمقطع؟ الله لا يوفق اللي كان سبب بلوتي معه. لك حكولي حكولي شو القصة؟ أخي لا في قصة ولا في رواية، البيت اللي مأجره الأم حمدي بدي بيعه، حرام ولا عيب هي كمان؟ وعم تقوله هيك وما لك مستحي؟ لا تغلط معي يا معلم عمرها. أنا لهلأ ما فهمت ليش أنت بدك تبيع البيت وليش المعلم عمر عتبان عليك؟ يعني ليش البني آدم بيبيع بيته؟ يا بيكون متضايق يا بيكون مديون. بس ما شاء الله أبو صبحي الله عطيه من عالي سماء ورازقه، يعني مو ناقصه، محسوب على أكبر تجار حبوب بالشام. لك آخ شو بده الواحد يحكي ليحكي بهالأيام السوداء يا جماعة؟ ليش صفي تاجر ولا تواجه؟ لك كانوا أهل الشام يمولولن 10-15 كيس قمح، هلأ العالم من القلة عم تشتري بالرطل والرطلين. مالكن يمين علي إنه عندي ديون مستحقة للدفع مأجلة من سنة. بقى شو قلت لحالي؟ قلت لحالي يا أبو صبحي بيع هالبيت، منه بتجوز ابنك صبحي ومنه بتوفي ديونك. بعدين أنا ما قلت لها الحرمة يطلعي من البيت، هي مرقت لعندي مبارع الدكان منشان تعطيني الإجرة، ومن كلمة لكلمة قلت لها يا أختي يا أم حمدي هذا البيت ناويين نبيعه، يا ريت لاقي لك بيت غيره. هي بس كلياتنا بنعرف البير وطالك عمي. هي ابو احمد شعو قدام منك اساله، هو عضو من العضوات وبيعرف الحرمه منين تصرف على الايتام. لك يا عمي انتوا اثنين معكم حق وكل عاده لها حلال، انتوا رووا بس. عرفت شو صاير معي بهالايام العاطله يا معلم عمار؟ اي خلاص عمي خلاص وصلت. حبيدك حبيدك بس بتضل الحرمه ابدا، ويا ريت تاجل بيعت البيت لما نلاقي لها دوباره لهالمسكينه. ماشي على راسي وعيني، رح أجل بيعة البيت لبين ما تلاقوا لبيت للحرمة. تكرم عليهم عمر. ايه ها الله بحي أصلك. الله يسلم هديك. نعيم الله ينعم عليك أبو أحمد. خلي ما بيصير ما بيصير خلي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أبو صبحي حيا الله مع السلامة. لك أبو أحمد والله شي بيحط له على بالكف. شو بدنا نعمل مشان محمد والأيتام اللي عندنا؟ سيدي بعد بكرة بيجتمع مجلس العضوات وبنلاقي له حل. أشي ولا أحلى؟ لا أشي أشي بس الله يرضى عليك خف إيدك شوي لأن عندي 100 شغلة أنا. لك أدريت شو صار مباري بسارة الحمام؟ شو صاير؟ مفى قرايب الوظافر
سمعوا كلام ما بينزل لا ببان ولا بميزان مشان موضوع امه الله يستر عليها. ايه شو ايه؟ علقت بيناتهم وصلت للشيطان الرجيم. شو صار امبارح بعد ما رحت على باب بيتكم؟ ما صار شيء. ما فهمت من ستك اللي سكرت باب وشي وصارت تحكي معي كلام شروي غروي. الظاهر كانت متخانقة مع جارتنا أم مفيدة وطالع خلا. يعني إذا متخانقة مع جارتكم تفشش فيي أنا لك عبد الحي؟ هي صايرة نزقة ونيرانية اليومين. لا تاخد على كلامها خالد. طيب ما فهمت منها ليش ما بدها إياك ترافقني؟ ما فهمت. طب كنت تسألها فهم منها؟ سألتها بس ما في علسانة غير إنها ما بدها الرفق. وانت شو رايك لك عبد الحي؟ انا بحب رفقتك خيرات الله يا خالد، وبحب المعلم عمر كتير كتير. وانا بحب رفقتك لك عبد الحي. بعدين نحن اولاد عم. ما انا هاد اللي رح يجنني لك خالد. لك مع مين ما مشيت ومع مين ما حكيت ما بتحاكيني شيء، بس لما تنجاب سيرتك وسيره المعلم عمر ما بعرف بتنقلب وبتنعكس ومدري شو بيصير لك. ولو يا سيدي نحن لازم نضرف الو شو ما صار. وانا هيك بقول إذا ضلت ستك معندي منضرف أبو السر بدون ما تعرف. هيك قلتها؟ إيه أنا هيك قلتي. فوت هلا بدنا نبلش الدرس وبس نصرف نكمل حديثنا. وربع رطل سودا بده كل الوقت يا مقوص، وبيننا وبين اللحام ابو خليل خطوتين. لانه كان عنده توصايه على 5 طرطان لحمه ونازل فيهم جرم معلمي. لك كان عنده توصايه ولا انت بتحب تميصها ولا؟ لا عن جد كان عنده توصايه معلمي. اي وصاك ضريبه خلع رقبتك، شو حويص ولويص؟ مثل البرق بتاخذ السودا لبيت حماي، لبيت اهل حرمتي ام مصطفى. امرك معلمي امرك. لبيت اهل انا وحرمه من نسواني. لبيت اهل معلمتي ام مصطفى معلمي. بتقول لحماتي هدول بعت لك ياهم صهرك ابو احمد. شو هدول من صهرك المعلم ابو احمد معلمي؟ انسى شو قلت لك. ايه لا ما راح انسى ما راح انسى. حميل اذا بتطول راح اشمط ادنيك وزت للقطاطا. لا ما راح طول ما راح طول معلمي. دعيلك ابو احمد. لك انت بدك تعزمنا على اكله مكمور عندك على العيد؟ قول ان شاء الله. قولي عليك شو كحتوت وجربان. وينك وين العيد هلا؟ خزيت العين عنك انت، شو كريم وخير. بك انا اتركني بحالي يا رجال، اتركني بحالي يا دوب لحي مصالحه بين نسواني التنتين. يفضح حريشك شو محتال انت بحجه نسوانك؟ بعمرك ما عزمت حدا لا على اكله ولا على شربه. هذا الشيخ عبدو اكيد جاي يسلخني بهدله لاني ورطته بعشا امبارح. ابو احمد يا ابو احمد وين بدي اروح؟ يعني بسيطه اهلين شيخ عبدو. الله لا يوفقك، لا دنيا ولا اخره يا ابو احمد على الورطه اللي ورطني فيها ليله امبارح. قول ايه يا شيخ عبدو. مات يا شيخ عبد الله، رعد موتني. ان شاء الله تموت واخلص منك ومن ساعتك ومن ورطاتك. قول ايه؟ لا يا شيخ عبد الله بيهون عليك، رمي الحرمتين ويتم طفلين وانا بعز شبابي. لكن بيهون عليك انت اتخانق انا والحج امبارح من تحت راس الطبخه اللي طلبتها.
يا بطني يا بطني يا ايه بلا سلم وطلع من هالابواب. لا يا شيخ عبد الله، انا عن جد عم تجعني معدتي. كذاب وبتلتقب ستي صر معي. الله يسامحك يا شيخ عبد الله، الله يسامحك. لا كلكم والمخلل طلبتكم تاني. اما شو مخللات يا شيخ عبدو؟ بتضيفوا لملك من كتر مناهين. قلي لشوف، منين طلعت لي بنهفه العشاء والمخلل تبع امبارح لك مشخوت؟ بدنا نسلي الشباب. تتسلى بحق جلدك، خليتني امبارح طول الليل دور على الجيران مشان اشحت لك مخلل لفتو يا خنا. شو هالحكي؟ ليش مالكم كابسين مخلل السنة؟ كبسك قلنقلين جو رقبتك. مقبولة سدو منك، مقبولة. مشان ما يقول ضيفك أبو محمد الحلبي إنه عندي مخلل وعم بتكحتن. أما بيني وبينك أنا بعمري ما أكلت هيك أكلي. يقصف عمرك شو محتال يا أبو أحمد. مسامح سدو، مسامح. اللي لشوف، مين اللي قالك إنه أنا عازمكن على العشاء ومخلل وبطيخ مبسمير ليلة مبارح بالحمام؟ اي والله ما عاد اتذكر. ايه يمكن عاشور. كذاب، لا ظافر ولا عاشور يلي قايلين لك. انا هلا سالتهم وما عندهم علم بكل السيره. يمكن ابو عوني يا ابو الفضل. اخراس وسد بوزك، كمان سالتهم وما عندهم علم بكل العشاء تبع امبارح. يمكن ابو هلا لا تخترع لي اسماء من عليك ابو احمد. انا اليوم عطلت شغلي مشان اعرف مين هو السبب تبع العزيمه تبع امبارح، لانه الكل ما حدا اروع ترف ولا حدا فتح تمه بقصه العشاء تبع امبارح. شو هالحكي؟ معناتها ما في غيرك لك موص. اعوذ بالله. بسيطه، هالمره الشغله طلعت بجنابي، بس المره الثانيه قسما عظما يا ابو احمد اذا بتورثني مره ثانيه ما تدوم الا نفسك. مو مشان لك، لا لك الخير الله كثير، بس انا ما بحب حدا يقنصني. ايوه. كل مره بيقول لي نفس الحكي برد برجع وبورطه. درويش. لك شو يا ريتي، ما بتعرفوا الادم وفاء؟ ما بتعرف انه ازعر وفتان ورمى بلا من يوم يومه؟ اللي بعرفه يا معلم، كيف ما بعرفه؟ بس بصراحه كلامه بموضوع الوالده كان مزبوط. شي مزبوط ولا مو مزبوط؟ من هو هالنص السايس لحتى بدنا هيك مشاكل؟ ها لك شو، نحن مالنا كبير بالحاره؟ شو شغله العضوات والجهات لكان؟ شو شغلتهم؟ مزبوط يا معلم، بس بصراحه مطط وشطط كثير هالقصه، وانا كل مالي عم بروج من هالابو لطفي، خايف شي نهار تفلت معي وما اعرف شو ساوي فيه. رح ازعل منك لك ظافر. ها عمك ابو حاتم المختار ما دعا لصدره قال لك حيبت موضوع الوالده بمجلس العضوات؟ مزبوط معلمي، بس شو؟ يا ظافر يا ظافر، انت تريك هيك امور للمعلم عمر والعضوات، ليش لا تهز بدنك وبدن غيرك؟ خلص مشي معلمي، انا ما بقى اتدخل بنوب وما عاد تعلق مع حدا مشان هذا الموضوع. خلص ما عاد تعلق مع حدا مشان هالموضوع. اكيد. ها اكيد. خلص لك يا ظافر، انا الغريب عم واقف جنب منه. شلون انت والوالده؟ علي الجيره بغلاوه اهلي انتو، شغله بدها تروي وهدوي مو هيك؟ الله يديمك يا معلمي، ما يحرمنا منك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. روح شوف شغلك انت يا هلا، روح يلا روح. بس معلم قبل ما انسى، مرق الشيخ ناصر بده 30 راس غنم الاسبوع الجاي. شو عليه ياخذ له يا روح؟ اذا هيك صار لازمنا غنم معلم. انا ان شاء الله بهاليومين رح امر على الباديه عند مشاهده اذا هو ما اجا. يا ستي كنت اليوم بالسوق عم بشتري شويه غراض من عند ابو نوري. قام الزلمه ترجاني احكي معك مشان الله يحرسه عبد الحي. شبو عبد الحي؟ الزلمه عم بيقول لا تركي كثير على عبد الحي لانه لساته ولد، وخليه يرافق مين ما بده، وهي هي بيضل خالد ابن عمه. والله يا ام زهور، من لما هالجماعه اتصلبطوا على الامانه ما عادوا نزلوا لي على معدي. يو هلا اتركيني موضوع الامانه على جنب. وشو المقصود يا ام زهور؟ بدك يعني اترك لهم الامانه مشان يتبحتروا فيها رغم كل الارزاق يلي عندهم هو ومرته؟ هيك انت بدك؟ رب العالمين موجود شايف وعارف وعنده ما بيضيع حق. يلا سافر الله يرضى عليك. ها لا تطول لانه في طلبات كثير بدنا نوصلها. يلا يلا بسم الله. ما رح طول، وصلوا دوتروا بروح دغري. يلا وقف طريقك ما ترد عليها. هو علينا وعلى هالقصه ما خلصنا منها بقى.
معلم عمر. خير يا اخوان. عليك شهد افوت المعلم عمر موجود؟ لا مو موجود. خير شو فيه؟ الزوم يا اخوي عاشور ارتكب المعلم عمر واقول له عن السالفه. وغوشت اللي صار شيء بالطراش؟ لا ابد. يا عليم الله اللي بيشوفوا الشكول امن ايامي عندكم بالباديه. يا اخوي عاشور اترجاك تاخذني لعند المعلم عمر او دس له خبر يجي لهين بالحال. يعني ما رح تقلي شو صاير معك؟ بصراحه ما اقدر اقول على اللي جرى الا للمعلم عمر يا اخوي عاشور. ناكلها دوم بالعز ان شاء الله ابن عمي. بعطين وعافية لك سعدو. على قلبك تقبلني. تفضل يا مو. صوف حلقك كاسة الشاي. اي والله من يد ما نعدمها. انت خالي خذ يا مو. سلم ايديك يا مو. لا ما لازم معانا البرق من غيرك خالي. لك ما تقوم بتلاح لا تفتح الباب. قوم. يلا قايم قايم اخي. يا مو شوي شوي على أخوك. قال انكبر ابن خاوي. يو بركة صار بطولك. مو حلوة منك عالطالعة والنازلة عم تعيط وتشيط عليه. لا تواخذيني أمي، كان لازم يضل قاعد منجعي بحضنك وعم يشرب الشاي وأنا أقوم براسي يفتح الباب. مو هذا قصدي لك أمي، يعني أنت صاير ناقوزي. الواحد ما بيقدر يحكي معك كلمة إلا بتقب وشه مثل النار. لك ابني ليكون معمل لك شي عمر. أخي جاي عاشور معه ابو شهده تبع المراعي ومزعزع ومرعوب المسكين. ابو شهده شو جاب ابو شهده هلا؟ اعوذ بالله من الشر. عود انت يا عود، عود عندك بحضن امك. حريم الله منطلاتك بيت الباي غير حريمي. لك ابني بتعرف اخوك نزق ونيراني، نطه بفتح الباب اوار. ليش ما تفتح الباب سعديه يا مو؟ ولا انا لازم اعمل كل شيء بهالبيت؟ يو اسكت تحكي هيك، خذ اشرب الشاي واسكت. خيرك ابو شهده في شيء صاير شيء؟ بصراحة يا معلم عمر صاير. ولك شو صاير؟ لعب الفار بيعب يحكي لي نشوف اللي. بس الزوم احكي وياك على انفراد يا معلم عمر قبل لا تنفض على المصيبة. وجنابك منبه علينا ما نبوح بسرار الشغل حتى ما ينال منك حد لا سمح الله. يا ساتر يا رب. عاشور روح انت عزري بروح. حاضر معلم حاضر. وانت شو ابو شهد فوت زعزعتني بدني فوت احكي لي جوا تعال. بسم الله. يلا يا رب يلا خدوا طريق يلا. شو عم تقول لك ابو شهداء؟ مثل ما اقول لك يا طويل العمر، الوسم الوسم فطس نص الغنم. نص الغنم؟ يا ساتر استر يا رب. من شان هيش انا جيتك من المرعى مثل برق المطر يا طويل العمر. حسبنا الله ونعم الوكيل على الخبرية اللي على البال ولا على الخاطر. اي حسبنا الله ونعم الوكيل. يا مو يا مو شبك لك ابني؟ ليش راقد وراي هالرقدة؟ بدي افسد لك عمرت اخي عمر. شو عم تساوي يا مو؟ وشو عم تساوي مرت اخوك عمر لك ابني؟ عم تتنصت على اخي عمر وعلى ابو شهد البدوي. شو عم يحكوا؟ يو تتحور على الحرمة على هالطبع اللي ما كانت تبطله. روح تقبرني نروح ناديلها لقوم يطلع اخوك وشوفه عم تتسمى عليه. يمكن لقيم ايامتها لكركم. خليه شوفه وخليه قيم ايامتها بقى، خليه تتربى بقى يا مو. لك ابني اخوك لما بيطلع خلقه بيطلع خلقه على الكل والبلا عنده بيعم على الجميع. بقى روح نادي لها تقبر قلبي لانه اخوك بهاليومين صاير اخلاقه براس مناقيره. مرت عمي مرت عمي ها ذكرنا القط قمط. خلصتي تنصيط على جوزك وضيفه سعديه خاله؟ لو تعرفي شو سمعتي يا مرت عمي. شو سمعتي لك سعديه؟ فخوشتيني تعي احكي لي. ما بقدر احكي هلا مرت عمي، الارض مسكونه. يا مو خالي تقبرني طلع لفوق جيب لي المسبحة الألفية وتع قوام قوام. فهمان عليكم يا مو، كنت ارتفوني مو. لك ابني ليش لحتى انقرت فاك؟ يو بدي المسبحة الألفية، بدي امسك لطيفية إلك ولطيفية لأخوك عمار. طلع بلا ما هي صا. يلا تقبرني يلا قوام. قولي على قامتي يا مرت عمي، قولي على قامتي، قولي على قامتي شو حال الابن عمي عمر. على قامتي احكي شو حال الفية وحوشتيني تقبريني احكي. يا خالد روح جيب الفولات، ويا خالد روح لعند عندك مصادع على البيت، ويا خالد روح جيب الألفية. لك شو ما في غير خالد بهالبيت. كل اللي فهمته يا مرت عمي انه جاي وسم عطرش ورايح نصه والعياذ بالله.
ولي على أمه عاد بزكي وبتصدق مو مخلي على حاله شي بنوب بنوب. وأبو شهدة طلب من ابن عمي يدبر مصاري دغري مشان يشتروا طرش جديد لحتى ما ينتزع اسمه بالسوق. عم رد عليه ابن عمي وقال له مو حيلته نقلة وحدة بهالوقت. ولي على أمه شو بدي أعمل هلا؟ شلون بده يتصرف؟ بيدبر الله مرت عمي بيدبر الله إلا ما يلتقى له شي حل. يا ريت يرضى ياخذ الذهبات اللي حيلتي ويفك ديته فيهم. إيه ما بيرضى ياخذ من حدا عنيد وراسه يابس. كمان عقله ترس التاني. ليش أنا ما كعيت فيه بزمناته وقت انداق واحتاج مصاري؟ فتحت له صندوق وقلت له خد تقبرني هاي مصارية كلهم على حسابك. إيه ما رضي ياخذ برغوت واحد وقت هددني وقال لي شوفي يا سعدية إذا مرة تانية بتجيبي هالسيرة ما بتلومي غير حالك. أنا خرست وسديت بوزي. هذا آخر الصرف تبعه. لو كان عم يضب إيده ويدير باله على مصاري كان عطى أبو شهدة مصاري واشتروا طرش دغري. هادي ما قلت له وصحته إنه دير بالك على مصاريك يا أبني وخبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. هو إذن ممتين وإذن عاجل. مزبوط مرت عمي والله حكيك مزبوط. لك أبو لما كان بعمره كان كل سنة يشتري بيت ومالكان ودكان من كدة وعرق جبينه. وهي أبو صار له ميت 6-7 سنين وهو لهلأ ما قدر يشتري كرسي قش. وكل شي بيجي بيصرفوا على العزايم والسيارين والبهنكة وبيعطيها دواد. أحسن ما يكون بخيل وبيدو ماسكي مثل أبو. لك شو هتبربري أنت التانية ولك سعدية؟ لا لا ما في شي مرت عمي بس عم فكر بدوبارة تخليني ساعد فيها ابن عمي بدون ما يحس. يا ريت يلتقى دوبارة نحسن مده بالمصاري بدون ما يعرف. إن شاء الله مرت عمي. إن شاء الله. جيت يا أبو خالد جبت لي المسبحة الألفية؟ اي مو علي هالبواب يا أمو. خلصتوا حكي انتو تنتين ولا لا؟ لأنه فتر راسي وما كنت لاقي المسبحة. وينكم يا بنات؟ صادي الله يرضى عليك إبريم على المطار ضبطي لي غدا معتبر للضيف. يلا على عيني. ابن عمي ابن عمي شو بدك؟ خير تقبلني كأني شايفة وشك متغير. خير باك شي؟ متغير ولا مو متغير؟ انت على نصتك ها فوتي شوفي شغلك. يلا حاضر. كلنا عملت منيح يا أبو شهدة أنك ما جبت سيرة قدام حدا من شغيل تسريبي. عملت منيح وأنا سويت هيش يا طويل العمر لأني أعرف طبعك يا معلم عمر يا أخوي. المهم أبو شهدة أنا بإذن الله بهالكم يوم رح أدبر حالي وأمي المصاري وأنا براسي رح أطلع عنده منك عالبادي. لكن هذا الشيء يا طويل العمر ما يحتمل التأخير وإلا يطرون زبايننا من إيدينا. وأنت ترى بعرف الشيء بعرف بس بإذن الله ما رح يطلع لنا زبون. المهم تدبر المصاري وكل شيء هم عنا. وكل الله يا أبو شهدة أقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تدبر المصاري بأقرب وقت يا رب. قريضة لك سعدية كنتي سايري فهمي منه شو السيرة؟ ليش خلاني سايرة ولا ناقدة ولا عنده لك مرت عمي؟ والعياذ بالله وشو عم يقدح شرار صار إنك وشلي على المشاكل والخناق من تحت ضفيره لك وشي. المهم هلا نحن نفكر ونبحبش على دهاليز وبواب توصلنا لمخ عمر. لازم مرت عمي لازم ولازم ندبر له المساعدة إلا ما يلتقى شي دوبارة. يا رب ولي على أمه ولي على أمه خايفة عليه من كتر الحصر والتفكير يصير له شي كاينة يا سعدية. لا تاكلي هم من هالناحية مرت عمي لا تاكلي هم. إن شاء الله من هون لعشية بتكون الدوبارة اللي خطرت ببالي هلأ استوت على المزبوط. الله يسمع منك يا سعدية. بس أنا برأيي نخبر عمتي إن صادق بالموضوع. هيك قلتي؟ معلوم مرت عمي معلوم لأنه بيطر على إيده وبيسمع كلمتها. يا ربي. كل يوم والتاني نطلب منك طلب. خير شفيقة خالو شو القصة؟ أمو قلنا لك أنه أمي عم بتسل وتعل من فقر الدم اللي صاير معها. إيه إنه على أساس تبعت أجيرك ماجد وتبعت معه شوية سودا. مظبوط
بعت له ربع رطل سودا مع إجري ماجد. إيه كنت عندها ابن عمي وقالت إنه ما وصل لا سودا ولا بيضة. ما بيصير، أنا بعيني شفت السودا وبعتها مع ماجد لعند أمك شفيا خانوم. عم قل لك كنت عندها وقالت إنه ما وصل شيء. لك ما بيصير يا شفيا، ما بيصير. إيه صاروا خلص ابن عمي. لك لا تكوني بعد ما رجعتي من عند أمك ماجد أخذ لها السودا. أنت بأنو وقت بعتت ماجد مع السودا لعند أمي ابن عمي؟ يعني قبل الظهر بشوي. هي أنا طلعت من عندها بعد العصر وما كان لسه واصل الشي. شو الحكيات؟ شو عم بكذب عليك ابن عمي؟ معقول يكون الحمار ماجد مخربط كمان هالمرة؟ بربروا ويوتوا من لما نرجع أبو أحمد من الشغل. أكيد في شي سيرة صايرة من ورا ظهري. أشهد أن لا إله إلا الله. من جدني المصيبة؟ شو عندك؟ شام بالزفة ما نعرف عني شو حال المعلم ولا شو اللي صايبه. يعني بدك ياني أكل بهدلة منه لك زافر؟ ما تصيتني كم مرة فتلة عنده على المكتب وما استفدت شي. طيب شو بتقول أنت؟ أنا بقول إنه حال مصيبة كبيرة على معلم عمر، لأنه معصب ومقفعة معه واصل للشيطان الرجيم والعياذ بالله. شو هالمصيبة؟ هذا اللي لازم نعرفه. شلون؟ ما بعرف، بس لازم ما نسكت. مزبوط زافر، فكر معي شو لازم نساوي. طيب على حد علمك ابو شهد رجع على الباديه ولا راح يبات ليلته هو؟ من وقت رجع هو المعلم عمر من البيت شد على الباديه. مساء الخير شباب. الله يمسيك بانوار النبي. اهلين خالد افندي. اخي خطر لبالي فكره. شو هي؟ امشي معي لاقول لك. وبتقلك امك قال تعال هلا هلا على البيت وجيب لنا بطريقه قطايف عصافيري لانه عمتك ام صادق سهرانه عنا. طيب اخي ماشي ماشي، روح اسبيني على البيت، انا هلا بالحق عندي مني هيك شغلتين بقضيهم وبجي. روح امرك اخي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يعني رح تخليني من اليوم ورايح ضل مرافق خالد ابن عمي؟ ايه تيتي رح أخليك ترافقه. ولو حكيت مع المعلم عمر ما بتخانقيني؟ لا ما بخانك. يا برني الله، هاتي يدك لبوسة، هاتي. ويا رب يا رب يطعمك حجة. والله روحتي على الحج بدهمتك تقبرني. شلون يعني ستي بدهمتي؟ يعني الشغلة متوقفة على أنك تشب وتكبر. ليش الصغار ستي ما بصير روح على الحج؟ يو شلون ما بصير؟ بصير طبعا بصير، بس الروح على الحج فيها تعب كتير، والرايح مفقود والراجع مولود. بقى إذا كبرت بصير بتعيني على تعب هالروح تقبرني، يعني بتعكز عليك. خلاص بس لأكبر بدي روح أنا وياك على الحج إن شاء الله. إلهي يا عبد الحي شوفك شب مشورب يوقف على شواربك نسر. مسيك بأدوار النبي معلم عمار. هلين مندوب هلين. بابي غرقت دمعي بتيابي، كان مناي نظرة من عيونك تلمحني وترحم شبابي،
بس يا حيف والف يا حيف، الظاهر مو فارقه معه هالامير، لا بحضوري ولا بغيابي. تفضلي يا مو، هالشقفات القماش. تسلمي دياتك يا مو. انت هلا بتروحي على بيت المونه بتتسلي بالجليات اللي هنيك، بس اوعك تاذي شي. حاضر يا مو. يلا تقبريني بسرعه. وهي شقف القماش اللي جبناهن اليوم من السوق، من خير الله وخيرك يا ابو حاتم. كله من خير الله يا ام حاتم. روحي الله يطعمك اللي ببالك وينولك مرادك. وهي شقفة القماش بدنا نخيط له اياها انباز لحاتم يقبر قلبي باذن الله. وهدول الشقف التنتين للبنات رح نبعتهم لبيوتهم ويخيطوهم مثل ما بدهم. على خير يا ام حاتم، على خير. وهي الشقفة لسميرة الصغيرة بدنا نخيط لها اياها روب بزنار وقعدة. ان شاء الله تعيشي وتجيبي يا ام حاتم. ويديمك ستر وغطى إلنا ولهالبيت ولهالحريمات ولحاتم بجاه النبي. وين راح تخيطي كل القماش يا ام حاتم؟ مثل العادة تقبرني من يوم يومنا مخيط عند الخياطة ام رمزي اللي بتم القمرية. انتم مو حكيتوا قدامي انه هدية بنت ام عادل صايرة عم تخيط من قريبه الله يستر عليها؟ مظبوط. أصبح خيطي أواعي الأولاد عندها. هاي البنت مسكينة وحالتهم على قدها وحاملة أمها الله يعافيها، وهيك بتكسبي أجر وثواب وبتكوني ساعدت تجارتك وبنت حارتك. والله جبتها تقبل قلبي. من يوم يومك قلبك كبير وبتحب الخير لأهل حارتك وخلانا. خلاص رح أخلي هدية هي اللي تخيط الأواعي. وكرميها شوي بالإجرة حاتم. مثل ما بتشوف ابن عمي، ورح نكرمها بالإجرة كمان. الله يكرمك من عالي سما. خير إن شاء الله. مين جاينا بهالوقت؟ يا رب. أهلين عمي عاشور. أهلين ظافر. الله يمسيك بأنوار الرسول عمي أبو حاتم. مساء الخير عمي. أهلين وسهلين، خير إن شاء الله. في كلام ضروري لازم نحكي معك. إيه شو عليه؟ روحوا هيك يا حريم. يلا يلا تفضلوا. يلا يلا يا ساتر. شو هالحكي لك عمي؟ مثل ما عم نقول لك يا عمي أبو حاتم. وما أحسنتوا تعرفوا شو هالمصيبة؟ ما أحسننا نعرف أي شيء. كل اللي عرفناه إنه في مصيبة حالي على معلم عمر والعياذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الخبرية. واللي خلانا نجي لعندك حالة المعلم عمر اللي تقطع القلب ما عادت حكى يا عمي، ووشه ما عاد تفسر ولا عاد نعرف له لون، ونازل على شفط تتب من هالأرجيلة وصفن صفن وتتون. يعني على حد علمكم شغلته بتنحل بالمصاري؟ ما نعرف. شلون لازم نعرف؟ ما عنا علم يا عمي المختار. أنا بعرف. الله يبعث لك أخ لحاتم، ما تترك المعلم عمر بهالزنقة. خير إن شاء الله. عن إذنكم. إذنك معك عمي أبو حاتم. إذنك معك مختار. عجلي بالشاي محاتين. على عيني وراسي ابن عمي. ليش اللي بك عمي محاتين؟ الله يسامحك يا عمي محاتين. يا والله ما كان في داعي تعذبوا حاضر، وما في داعي للأكل كلياته. ما في شيء من واجبكم. مدوا ايديكم لشوف. بسم الله يا رب. بسم الله. اي وما لقيت حالي وقت العصريه الا بدني مكسر تكسير، وحناك رح تتشلخ من كتر ما انعست. ايوه قمت فتت على اوضتي وتسطحت لما راح ابن عمي عمر على الزريبه، وغفلت وشفت لك منام ومنام يا عمتي ام صادق، خير اللهم اجعله خير. بيقولوا منامات النهار الا ما تتحقق. خير بالصلاة على النبي. سعدية شو هالمنام اللي شفتيه بقى انتي؟ اللهم صلي على النبي. قال يا عمتي ام سادة نعم
شفت أبي الله يرحمه قاعد بجنينة كلها شجر أخضر، وقدامه نهر جاري عم تخدق ميته خدق مثل اللولو والألماس، ولابس لك حرير أبيض بأبيض، والمروج حواليه من 4 تركانة يخزي العين. ليه أشعر بدني. نياله أبوكي على هالمنزلة، منزلته كتير هنية بإذن الله. وقال لي أبي، شوفي يا بنتي يا سعدية، جوزك عمر إله بزمتي دينة نسيان حاسبه فيه من لما كنا شراكة، وهي حق طرش غنم وتارك له ياهم بزمتي لوقت الحاجة. إيه نعم، وكاتب له فيهم مستند وحاطهم بكيس بصندوق أوعيكي يا بنتي يا سعدية. شو الحكي لك سعدية؟ شو الحكي؟ أحكي كلامي تصدق سعدية الله يرضى عليكي. أنا بتذكر أبوكي الله يرحمه، صحيح كنا شركة نحن وياها، بس بتذكر منيح منيح كل ليلة خميس كنا نتحاسب أنا وياها على دوز بارا. إيه تقبرني، بس أبي أكد لي بالمنام إنه مو محاسبك. بس أبوكي لك سعدية هلا ما تشبع موت. عمتي، الميت وقت بيموت بتحوم روحه على أصحابه وحبابه، وبيضل بيقول لأهله وخلانه شو في وراه وشو في قدامه. كملي كملي لك سعدية، كملي لشو؟ إيه تقبرني رح كمل. ايه، ولما قال لي ابي هالحكي قلت له انا، ايه ما بتذكر مرق خميس واحد وما حاسبت فيه ابن عمي يا ابي. ايه شو انت ترفيني؟ وقال لي لا تكتري حكي يا سعديه، واعملي مثل ما عم بقلك، بتعطي جوزك المصاري اللي له ياهن معي، وبتلاقيهم موجودين بكيس الليرات الذهب اللي وردتك ياهن، وفي مستند باصم عليه انا بايدي. لك سعديه، انت كنت طاهره وقت شفتي هذا المنقى؟ يو معلوم تقبرني، معلوم كنت طاهرة، لأنه وقتها كنت متوضية ومصلي العصر قبل ما أفوت أتسطح. طب وبعدين شو صار؟ حكيلي كملي لشوف كملي. بعدين اختفى أبي وما عادت شفته. فشو تفسير هالمنام عمتي؟ عملي دغري بوصية أبوكي، لأنه ما بتعرفي عمتي البني آدم إمتى بتجي منيته، أحسن ما يحاسبك رب العالمين بالآخرة. ها؟ قولي أنا بذنوبي يا دوب انفوت. لك وبيقبل ابن عمي ياخد مني شي؟ إذا في مستند وإثبات يثبت حقه بياخده لحقه، ليش لحتى ما ياخده؟ مزبوط عمتي؟ الحق حق. والله يا حبتي إذا كان في مستند يثبت إني مالي آخد حقي من البيعة، لا باخد حقي، ليش حتى ما آخد حقي باخده؟ بس ما في شي يثبت هالشي. لك سعدية، انت بتتذكري انه بقلب جهازي في شي مستند يثبت هالشي؟ مشان ما يصير كذب، انا ما بتذكر انه في مستند بقلب جهازي ولا ما في، لانه الشغله صار لها سنين وايام ابن عمي. طب ليش عم نتصفى نطلع ببعضنا يا جماعه؟ خلينا نقوم بنفسنا نشوف في مستند ولا ما في. اي مزبوط حكيكم يا جماعه، والاوضه شحه قدامنا. اي مزبوط، اذا وجد الماء بطل التيمم. خلينا ندق الحديد وهو حامل. يلا تفضلوا. تعالي تقبريني سعديني امشي. Let's go.